السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بغطي لكم اليوم الفنر، بدخل داخل ونشوف المطعم من داخل ولا أكلات، ومراويكم إن شاء الله المنيو. هذا هو المطعم المعروف، مطعم الفنر. أن السلام ورحمة الله، سلم بعدين. السلام عليكم. هذا هني يعرض بعض الصور للشيخ محمد بن راشد عن زيارته لمطعم الفنر. يمتاز مطعم الفنر يعني بشكل التراثي وأشياء البسيطة والقديمة، حتى هذاك السيك القديم شوفوا، حتى هذه قديمة جدا اللي كانوا يستخدمونها في دولة الإمارات، ومرات حتى اللي يشغل الأغاني القديمة لدولة الإمارات. بنحاول أن نصور لكم أشياء، لأن هني بعد نساء. السلام عليكم. هاي جلساته، يعني عنده كراسي خشب أولية، وحتى المخاد، حتى التكية احنا نسميها، هذه التكية. هاي جلسات الصراحة، يعني مطعم شعبي معروف. Can I go inside here? What's inside? قالوا يدخل، بس عم ما اعرف شو هني. هذا هني يقول لك ما يترم تقرونه، سوق مرشد، بيت الطواش، بيت السردال والبادية. عندهم البيبسي القديم. وصاحبنا قاعد يشوي. صراحة جلسة حلوة هني. اوه والله كبير المطعم، فكرت انا بس قدام. يقول لك مانع عتيج لبيع العود والبخور. نحطي ميحد بحد، يعيشك اجواء اماراتي قديمة. هذا هني يحط لك الاسعار، يعني مثلا المرش هذا 35 درهم. وهني يعني يعيشك الاجواء. وهاي تكملة المطعم. هذا هني السويت. السلام عليكم. هني الحلو انا ملبسين مكندورة وزار، حركات حلوة. هذا شو اسمها، عروت ساقو كسترد الفستق فرني. والله يعني انا مو غريب على الاسماء هذه، يوم تذكرت ايام اول الاسماء القديمه، الله يرحمها الوالده كانت تقولنا اياها. وهناك يسوي شاي كرك، شيء مرتب. يعني انا ما ادري اكل عندهم ولا ما اكل، بس راويكم المكان يعني والجلسه. اللي حاب يزور دبي ويزور هالمطعم هذا، خوان شمام وزرتهم، وهذا الثوب ما شاء الله ما شاء الله. السلام ورحمه الله وبركاته. ما قدرت اصور هناك على جهه البحر لان في عوائل يارسين. وهذه بس الحين هذا هو المكان. ما ادري يعني بالي شيء ياكله، ما ادري بشوف المنيو عندهم. اذا يا ابني يلست وكلت، بس اكلهم يقولون نوعا ما اماراتي، بس يا اخواني غير البيت بعد تبون الصراحه. هذا بيدينا عمال، اما في البيت غير. البلاليط والخبيص هناك غير بعد، لا مزه خاصه. شوف الثوب. What they call it? جلابية. ما شاء الله ما شاء الله. You look like from Emirates. Can I see the menu? Yes sir, sure. شوف المنيو. يا سلام يا سلام. مجلوب. What time deliver plan? 7:20. نعطيكم لحظة شوي. هذا المنيو. Altawar and Maisnawan together. You can take together. Altawar and Maisnawan. I'll give you Altawar for some. Altawar.
كيك الكاكاو بالتمر، كيك التمر عندهم يعني سويت ملون. ويس نادو شيء بس نيا. You make delivery here? You do the delivery? Yes sir. ما تبى تطلع؟ في عندهم هاي عندهم سمك، سمك مقلي. أسعار هاي الأسعار مثل ما تشوفونه بالشاشة. عندهم أشياء وايد، عندهم ريوق بعد. This breakfast اللي حاب يفطر عندهم. وين يلا اللي بيعرف الأسعار يقولنا دائما يسألون يقولوا والله ما تحط الأسعار، ما لازم نعرف أسعار رخيصة غالية. يعني خبز القاق ب30 درهم غالي. والتنقو عندهم والأشياء مم منيو طويلة عريضة عندهم. وهذا وين؟ صور الشيخ زايد الله يرحمه. يعني وهذا الاستقبال الحافي. خلنا من ايلس. المهم يا اخواني اتمنى جولتي الاستكشافية في مطعم الفنر. انا ما اكلت عندهم بس الديزاين وهذا اهم شيء، هذا الناس تركض له. المهم اتمنى ان اعجبكم، واذا عجبكم لا تنسون الضغط على لايك والاشتراك بالقناة. شكرا لكم على المتابعة، وترقبون ان شاء الله فيديو ثاني مع مطعم ثاني او مكان ثاني ان شاء الله. سمايل One more.